أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا، وأهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج. دائما البداية من الحمل حتى الحوت، وقبل أن نبدأ قراءتنا الصباحية معكم متابعينا الكرام، حبيت بس أنه أذكركم على حركة الأفلاك والأبراج كالتالي راح تكون. طبعا بداية أنه القمر أمس هو في مولود العذراء، وأيضا الشمس هي في مولود الثور، إذن مربع أو ربما زاوية جدا جميلة للأبراج الترابية تخدمها لهذه الفترة. لكن ما ننسى تراجع وطارد في مولود الجوزاء، وهذا ما يعني ربما تكون الصحة متراجعة بعض الشيء من مواليد الهوائية كالميزان وأيضا الجوزاء. إذا متابعينا الكرام، من خلال قراءتنا وحكتنا الصباحية لهذا اليوم، تعالوا نشوف تأثيرات الأفلاك والأبراج على النواحي الإيجابية وأيضا الأمور التي تعطي بعض المحاذير لهذه الأبراج. البداية من الحمل حتى الحوت، ومثل ما تحدثنا على أنه اليوم الحمل من الجانب المهني اليوم تتحسن الأجواء، ربما تلمس تطور كبير وتكون الحيوية في أوجها والمعنويات مرتفعة جدا، ربما تفتح أمامك أبواب عودة ويسهل عليك الانتقال طبعا من أمر إلى آخر. لكن العاطفة اليوم تجد نفسك مرتاح في أجواء العمر والبيت وربما العمل أيضا مع الشريك، فربما تلبي الدعوات بسرور وحماسة، وربما توجه أنت بدورك الدعوات لتعزيز الروابط ولم الشمل أيضا. لكن نصح اليوم تهتم بصحتك جيدا وتحاول أن تمارس الرياضات وربما تتبدل وتبتعد عن الضغوط ومشاكل العمل. إلى مولود الثور سريعا، ربما تجني أرباح كثيرة وبفعل القمر وربما في مولود الثور والعذراء أيضا، وما ننسى اليوم السعي من أجلها يبدو دقيقا. أما النصيحة هي أنه في التكتم وعدم التسرع في الكلام والمحافظة على بعض الأسرار. العاطفة عليك عدم التسرع في التعبير عن الآراء أو ربما إعلان الحرب من دون الاستناد إلى الوسائل اللازمة، عندها ربما تفتح تبريرات وربما الجهود الحثيثة لإنقاذ المواقف. الصح اليوم تحاول أن تتوقف عن التدخين فورا حتى ما تصاب بمشاكل في الرئة تؤثر في صحتك بشكل كبير. ننتقل إلى مولود الجوزاء، اليوم ما تتهور وما تتخذ أي قرارات فجائية، الأهم هذا أنه عليك تتجنب ربما فرض الرأي على الآخرين والتفرد به نظرا لتراجع طارد عندك، فالعناد اليوم والتثبت برأيك مصالحك ربما تنضرب وهذا الموضوع مو صحيح أو تمام. لكن العاطفة اليوم أنت مشغول البال وربما تكون منهار من بعض التفاصيل الحياتية مع الشريك، لكن الصحة يجب عليك أن تكون مستعد دائما للأسوأ وربما تلملم وربما تتأمل بعض التأثيرات المفاجئة الكبيرة اللي تأثر عليك. إلى مولود السرطان، قد تكون اليوم تعبت من العمل ولكن اليوم تفقد العزم، فأمامك اليوم مسؤوليات يجب إتمامها. العاطفة اليوم التفاؤل الدائم وربما ثقتك بالحبيب يضيف لك الطمأنينة ويشعر بالاستقرار وبحبك الصادق إلى. أما الصحة اليوم ما تتململ وما تتذمر من إلحاح المقربين من عندك وطلبهم من عندك القيام بما يلزم لتخفيف ربما وزنك أو ربما القيام ب بعض الأمور اللي تخصص الصحة. إلى مولود الأسد، اليوم عقد وربما تضطر إلى توقيع أمور مضاعفة في العمل وتبدو سعيد بما تفعل وتستفيد من أي حدث يحصل معك. العاطفة الأوضاع العاطفية ليست مشجعة ولا إيجابية وطباعك ربما عنيد وصعب بسبب الهموم المترابطة والمتزامنة معك. الصحة اليوم بفضل التقدم العلمي أصبحت اليوم بإمكانك الكشف عن الكثير من الأمراض، وهذا الموضوع ربما يوعي عليك مسائل الدم يجب أن تخضع لفحص طبي حالا. إلى مولود العذراء، اليوم تحاول اليوم الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات اللي ربما تضغط عليك ويبهرك الجديد وتسعى إلى كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة. لكن العاطفة عليك اليوم الأجواء الخالية وربما التشنج، وعساك أنه تتعرف إلى الشخص اللي يستحق كرمك ونبلك واحترامك. ننتقل إلى الصحة اليوم، ابتعد عن ما يحاول إزعاجك، أنت قادر اليوم أنه تختار اللي يناسبك والأمور تكون مريحة. إلى مولود الميزان، اليوم تجد ربما انتفاضات وغضب وربما يسلط الضوء عليك اليوم وتطاردك بعض العيون الحاسدة. ننتقل إلى العاطفة اليوم، أنه ترتبط بعلاقة وثيقة جدا وتتميز بأحد الذين ربما يدورون عليك خصوصا من النواحي الاجتماعية، انتبه لهذه القضايا. الصحة تشعر بالارتياح أزاء تطور الأوضاع وربما تنعكس أجواء إيجابية على صحتك. ننتقل إلى مولود العقرب، اليوم تكون هذا اليوم على موعد مع انطلاقة جديدة جدا، وربما تمارس صلاحيتك وربما نفوذك وسحرك وتستقطب اهتمام ودعم وتأييد كبير. لكن العاطفة تتجنب اليوم إلى الأشخاص النافذين اللي يفت نظرك بموقفه المميز وقدراته الكبيرة، وإلا أنت اليوم حذاري من علاقات عاطفية قد تكون شوية ممنوعة. انتقل إلى الصحة، تنتقل إلى مرحلة جديدة من حياتك الصحية تعيد الفرحة إلى قلبك وربما تنسيك معاناة سابقة. اليوم أنت تكون سجين
الوهم والقلق والأفكار السود. انتقل إلى مولد القوس. أيها القوس، ما تفرض اليوم جهودك لأضيع ويذهب تعبك سدى، يجب أن تخرج إلى امتحان منتصر. الظروف اليوم ضاغطة لكنها مهمة، والعاطفة عليك تخفف عصبيتك وحدة طباعك تجاه الشريك لأنه قد يولد لك بعض المشكلات. وننتقل سريعا إلى مولود الجدي. اليوم يمنحك هذا اليوم ثقتك بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كأنها بامتياز مباشر وبإعجاب رؤسائك وزملائك في العمل. تنال ترقية جدا واضحة، والعاطفة اليوم قد تستجد قضية لها علاقة بالشريك، وربما تتوضح الرؤية بالنسبة إلى موضوع كان غامض وربما هنالك حل لهذه التفاصيل. أما الصحة لا تبأس من النهوض باكر والتوجه إلى على الأقل أي رياضة مشي صباحية هي يعني تكون جدا إيجابية معك. إلى مولود الدلو، سريعا تبدو قويا وقادر وربما تتحدى كل المتاعب وتثبت ربما أقدامك وترفع التحديات بوجه المنافسين والخصوم. أنت اليوم جدا قوي ومسيطر. وننتقل إلى الصحة، قرارات المحافظة على ربما صحة سليمة أو خسارتها ربما تمتلك أنت وحدك، فاختصر بسرعة لأن الأمور الصحية لا يمكن التلاعب بها. أخيرا إلى مولود الحوت، اليوم يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاع، وربما ينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل والتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة. لكن العاطفة، التفاهم اليوم مع الشريك يشكل ربما ضمان للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة فيما بيناتكم. حاول أن تكون أنت أفضل الأشخاص اللي يقدرون ما يقوم به الشريك باتجاهك. اليوم من الصحة أنت ميال إلى التسرع وربما إلى أخذ بعض العقاقير اللي في غير في محلها. ربما منكم من أشرت عند مسائل الضغط من فترة، أو ربما إلى لا سمح الله قد يؤدي إلى ربما جلطات دماغية، وهذا الموضوع جدا واضح مع مواليد الحوت مؤخرا. متابعينا، كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. متابعينا، ننتقل وإياكم للقسم الآخر من اتصالاتكم ومشاركاتكم الصباحية، ونشوف اليوم تراجع عطارد أشياء محاذيرة، وأيضا بالمقابل نشوف مواليد الترابية كيف تحظى بالقبول والمقبولية وتأثيرها طبعا الإيجابي على الأبراج الترابية. معنا أول اتصال هاتفي. ألو ألو، صباح الخير. ألو، صباح النور. ألو، مرحبا. ألو، اسمعي. صباح العافية. ألو، مرحبا. ويا اسمعي. ألو، ألو، مرحبا، صباح العافية. ألو، ألو، مرحبا. ألو، اسمعي. حبيبتي، مرحبا، منو معانا؟ أنا زينة. يا عمري، أخبارك؟ حبيبتي تمام، منو معانا؟ يا عمري يا زينب. منو؟ زينب. زينب من وين يا زنوبة؟ من محافظة نينوى. نينوى، حي الله نينوى. إيش قد عمرك زنوبة؟ عمري 16. 16 سنة بس؟ إي 16. زنوبة 16 وحابة تشاركين معانا؟ طبعا. حبيبتي زنوبة الغالية. اذا دائما مشاركه معانا؟ طبعا. خير، يا مرحبا زنوبه. يلا زنوبه علي لي صوتك وتعالي شوفي شلون اساعدك. اريد اسالك عن مؤلف ومؤلف خالي. اي حبابه شو صار لي خبر عليك؟ بالله تعالي قد ما خبر عليك الحين محتاجك فيها. حبيبتي زنوبه، الصوت مو واضح معايا لطفا، يعني شباب شوف الصوت. اسمعي. الو، زنوبة أنا أسمعك لكن صوتك كلش واطي، يعني صوت التلفزيون واطي أو أنا ما أسمعك بشكل صحيح. يا زينب وياك تسمعيني؟ يلا زينب هسه تمام. إيه حياتي، مواليد 97. أي يوم 3/5. 97 3/5 اللي هو منو؟ رافدة. منو؟ رافدة. رافدة. طيب رافدة. رافدة. اي رافدة بنت نجاة. بنت نجاة. ايه تمام. ايش قد عمرها رافدة؟ موالي 97 قلنا. ايه موالي 97. اي الزهرة هي حاكم برجها ويساوي. طيب زينب يا عمري شنو تسألين عن رافدة حبيبتي؟ هي وزوجتها دائما يعني بيناتهم مشاكل على معدة اطفال. شلون؟ هي وزوجها. اي عن الانجاب زينب؟ زينب قطع الاتصال ويا زينب.
يعني كنا نتمنى انه نسمع زينب بشكل صحيح، ما اعرف إن كان يعني حتى الاتصال ما كان مأمن بصراحه. طيب يلا روح لاتصال هاتفي اخر. الو الو، صباح الخير. الو، السلام عليكم ست مي. عليكم السلام والاكرام، يا هلا. شلونك؟ حبيبه قلب الغاليه، منو معانا؟ نجلاء. نجلاء من موصل. نجلاء، شلونك نجوله؟ الحمد لله تمام، مثل عنك. اي خليك يا ربي. اي نجلاء، شلونك؟ في الدول عينك. الحمد لله تمام، انا زينه وانت سالمه. كلش مشتاقين في الدول وجهك حبايب انت، انا اشوق والله. نور الشاشة والله. نورك يا غلاتي، فدوى قلبك من ذوقك والله. بعد قلبي. عيوني انت، يسلم قلبك يا طيبة. عندي مواليدي 24/2/2001. 24/2؟ 2001. 24/2، خليك معايا. طبعا. طبعا معي حاتم البرج دحل. احسنتي، برافو عليك، الحوته يا منحوته. زحل مائي، تمام. بس احنا شنو كنا نقول؟ انه يا وجه بالضبط. تمام. المنو راح يكون حبيبتي؟ الي. اسمك؟ انتي نجلاء بنت مريم. بنت مريم، تمام. يلا نجوله، شلون اساعدك؟ شلون تسالينا؟ عن النصيب والصحه. الصحه كلش مو تمام. طبعا طبعا الصحه مو تمام. ليش مو تمام يا نجولة؟ بسبب عطارد وتراجع عطارد. على الأغلب أكثر الأمور اللي أصابت مواليد المائية أكثر، يعني هذا التراجع هو مو فقط يعني باختصار على مواليد المائية، لكن أكثر المواليد تأثرت من هذا التراجع لعطارد في مولود الجوزاء هم المواليد المائية، يعني السرطان، العقرب والحوت. الحوت طبعا للذكور والإناث على الأغلب مسائل الصداع وربما العين على الأغلب تكون معاهم. تمام. وايضا بالنسبه للابراج المائيه اللي هم صادفت للعقرب او هذه المواضيع، نفس المسائل، يعني كانه المواضيع، لانه هي اعلى نقطه كل ما يرتفع الفلك او ربما يتراجع عطارد باعلى نقطه يسجل، نسميها احنا مسائل الراس اكثر. فربما تكون مسائل للصدريه او الانف والاذن والحنجره، او على الاقل تكون مسائل ارتفاع الضغط عند الطرفين للابراج المائيه اكثر. تمام. طيب هذا فيما يخص هذا الموضوع، فما تقلقين يا حبيبتي ان شاء الله. انا بس شنو اقول خليكي متابعه مع الطبيب، خليكي متابعه مع الطبيب. يعني انا حتى على الاغلب يمكن الابراج المائيه امس كانت عندهم مواليد للاسقاطات بصراحه، يعني اسقاط دون شك. تمام، فاحنا شنو نقول خليكي متابعه مع الطبيب المختص، بس حتى نسيطر على الموقف، يعني حتى لا تتطور الحالات معاكم. هذا من جانب الصحي، او الاغلب اللي ماخذ من عندكم علاجات انه ما يتركها ابدا، لانه يعني ما ننصحها بصراحه. اما فيما يخص شيء خطير من ناحيه القلب. شلون؟ من ناحيه القلب اكو شيء خطير؟ من ناحيه شنو؟ القلب. اي انا سالتك، انا قلت لك مسائل صدريه صح؟ اي صح. تمام؟ لا ما تقلقين، هو ربما هنالك تعملين تشيك او ربما تتابعين مع الطبيب فقط هذه الفتره، لكن اذا تركتي الحاله ربما لا سمح الله يعني فقط تتطور مو اكثر، فما تقلقين يعني ما تقلقين. وقالت لك هذا الموضوع بس ما يعني ما توصل للمراحل اللي انت تفكرين بها. تمام؟ هذا فيما يخص هذا الموضوع. لانه مسائل الخفقان وربما التعب الشديد وربما حتى يعني كانه انت تحاولين ان تسقطين احيانا، او ربما يكون عندك انه غياب عن الوعي وشيء من هالقبيل هذا. اي صح. اي فبس انه تنتبهين، لانه هو قلت لك عطارد متراجع، وهذا سبب تراجع عطارد هو مسبب هاي الحاله. ننتقل الى جانب النصيب يا حبيبتي يا نجلاء. اي تمام. الى جانب النصيب، يعني وكانك لسه ناطره شيء، او كانك استقبلتي اتصال بس ما عجبك. اي صح كلامي صح؟ سيدمنت قبل فترة خابت في اكو رجوع، نصحتك صار الرجوع. كلامي تمام؟ تمام مليون بالمية. زين شو تقولي للمتابعين؟ ايش توقعنا معك؟ والله اقول تمام، يعني ثالث مرة وياي نجحت. حبيبتي حبيبة قلبي. يعني شنو اقول؟ اقول مع العلاقات الامور اللي صارت لازم انه تنتبهين حيل. شوفي احنا هسه وبالاستوديو صار حادث قدامي، طبعا احنا بنقول تراجع عطارد، وهذا المولود اللي هسه خش الكعب مالته قدامي هو من مواليد العذراء، فاحنا بالكواليس قالت لا رجاء ميس عفيه من هاي الطاقه. هسه شلونك بهاي الطاقه؟
كل شخص ربما يؤمن بها ربما تصيبها هالمواضيع. ألف لا بأس على القبال اللي فات يمكن تحرض لهذا الحادث. إحنا ما نريد نفول، بس حتى شنو نقول؟ نقول لازم المحاذير إنه والله أي 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 تصرف بهذه هذه الفترة شوي يكون الشخص بها حذر. عموما مع حتى الحالة اللي إحنا ده نتحدث لك عليها، حتى مسائل العلاقات الاجتماعية إحنا لازم شنو نسوي؟ لازم ايضا همينا ناخذ الحذر. يعني لا تكونين مثل مثل سابق من كلتي نفس الرنج ونفس السياق، خليك تكونين وسطيه او اسمعي قبل لا تاخذين اي قرارات. يعني لا تكونين بنفس اللهفه وبنفس الاستعداد يا حبيبتي نجوله، يعني خففي سقف التوقعات معك او كوني على الحياده شويه. يعني على الاقل هاي الست ايام، على الاقل هذه الست ايام خليها تعدي سلامات، لانه بصراحه هذا التراجع يراجع العلاقات الاجتماعيه والصحيه ايضا في ان واحد. تمام، فانت راح تتفاجئين انه مو يعني مو تمام، مو مثل ما كنا نحكي او ممكن كنا نتوقع. حسيتي الموضوع شويه مختلف بي، ومختلف طبعا مو لانه هو مختلف، لا، لانه التراجع هو اللي مسبب هذه الحاله. باختصار شديد التراجع طبعا عطارد في الابراج الهوائيه اي الجوزاء هو السبب في تراجع العلاقات الاجتماعيه بصوره عامه لجميع الابراج. فما تتفاجئين يا حبيبتي يا نجوله، اصبري شويه الى نهايه. يعني نحن شو نقول كل برج بيومين ثلاث ست ايام سبع ايام، يوم السابع الثامن على الاغلب راح تركض وتبدي الدوره الجديده بالارتفاع، من بعدها راح ترتفع سقف التوقعات وسقف الامور اللي عندك، فما تقلقين مشي الحال. يعني بعد 8 ايام اساليني. الان ما اقدر اقول لك ايه، تدرين ليش؟ لانه نحن في طاقه تراجع، فمستحيل انه اتكهن اقول لك في تراجع، استغفر الله، العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن هو المتفق عليه من خلال تجاربكم معنا، من خلال قراءتنا للفلك، انه التراجع سبب تراجع، يعني اذا تراجع هذا الفلك ياثر على العلاقات الاجتماعيه لجميع الابراج، فهنا ما نقدر نحكم هل تتطور الحاله او لا، من بعد فتره خلينا نقول 8 ايام نشوف الطاقه الجديده اللي راح ترتفع، وان شاء الله نقدر من خلالها نشوف المربعات اللي تعمل مع عطارد وين راح توديك وشنو راح تقول لك ومن اين صارت تدللين. ما اعرف الاخ المخرج فاتح اتصالات اخرى عنده بالكنترول. تعذبت على ما تحصلت حبيبه قلبي على عيني، والله انا ما اقصر، ولكن تدرين انتم بعد يعني يزعلون وكذا، فانت ومفتوح الخط معك اكيد يسمعوني على الخط الاخر. ايش تقول الاخ المخرج؟ الو، يلا يلا اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، مية هلا. يا اهلا وسهلا. ان شاء الله بخير. الله بالخير والعافيه، مرحبا، من معانا؟ ام نور من اربيل. اهلا وسهلا ام نور، شلون الصحة؟ الله يسلمك. شلونك ام نور، ايش اخبارك؟ والله على الله، الله يسلمك. يا ربي خير ان شاء الله وعافيه وبركه لك. ان شاء الله. عيني منوره. يا ربي احنا وانتم. سمعت إلى مزاحمة على الجوال الصحي. طيب. يعني إنه راسي يعني كلش أبد ما يفك عن يا مولودة أنت نور؟ الحوت. أوه. الحوت. يا حبيبتي يا مواليد الحوت، الأبراج المائية اسمعوها مني وخلي كلكم بالإجماع تتأكدون. أنا بشكل شخصي تعرضت لهذا الآلام الرأس والأشياء المفاجئة اللي صارت عندي قبل يومين، يعني من بدأ عطارد يتراجع إلى حد هسه، وأنا أكد على أنه الأبراج المائية هي أكثر تأثر من الأبراج الأخرى. تمام؟ ف يعني فما تقلقين، إن شاء الله إلى نهاية الشهر يعني ما بقي شيء، او خلينا نسمي اذا نهايه يعني 8 ايام تقريبا، ولسه اللي راح نتعرض الى حدث فلكي كلش مهم اللي راح يكون هو خسوف للقمر جدا كبير، يعني على يوم 13 ويستمر الى يوم 17، فبين هاي الفتره هي شويه تبقى الابراج يعني مصدعه او تبقى شويه ها الصحه يعني متذبذبه بين حين والثاني، فما تقلقين ان شاء الله، لست ايام ان شاء الله يعني 8 ايام، بس خليك مع مراجعه الطبيب يا حبيبتي. يعني خلي نشوف الطبيب شنو يقول لك، يعني ما تقطعين اي علاجات اذا كنت سمعت انه يعني ارتفعت النسبه عندي مثلا مالت الشفاء تقريبا. شلون عيني؟ ارتفعت نسبه يعني الصحه عندي عن قبل. مو سام ها تقصدين انه هل متحسن الوضع الصحي عندك؟ اي نعم. طيب أي نعم. شوفي بما انه هذا التراجع عامل لك هالشكل، وانه ايضا زهره قريبه
من بعض الافلاك اللي تنظر للابراج المائيه على تحسن الوضع او ربما سماع اخبار ايجابيه، لكن على رغم هذه المواضيع الوضع الصحي متراجع. ننتظر يعني تجين تساليني افضل من السابق، هو افضل من السابق لكن توقف يم درجه معينه اللي هي كانت سبب التراجع لبقيه الابراج، فتشوفين انه انت الحاله عندك بهالطريقه هاي. ما تقلقين، يعني 8 أيام تحديدا بالضبط ثم تعيد عندك الدائره في الصعود من جديد للوضع الصحي، فما تقلقين. لأن أنت تغيير ستميت؟ تغيير. بما أنه الزهرة قريبة لإحدى الأفلاك عملت لك حالي تغيير حلو، لكن انقطع أو انقطعت هذه السبل مع التراجع اللي إحنا يعني حكينا به. للأسف الأبراج المائية كل ما تقطع مسافة والحوت يكون جدا متصدر، طبعا الحوت حتى الخسوف والكسوف الأخير اللي حصل ما كان أساسا مأثر يعني معاه. كل ما يقطع مسافة أو يوصل لفد حل معين شنو يصير؟ يصير مثلا يفاجئه أو ربما يباغته فد حدث من إحدى الأفلاك، ونحن نتحدث هنا على طبعا عطارد كوكب الأمور وتسيير الحال والعلم والمعرفة وكل ما هو إلى تفاصيل مهمة. فلما يدخل على وضع الأبراج راح يكركبها أو يوقفها. فإذا كنتم متقدمين على الوضع للتغيير الآن بدأ يتراجع الوضع عندكم. إذا نهدى نهدى، لأنه الآن كأنه شيء توقف، يعني مثل حركة كلش كبيرة والآن توقف الحال. نصب شنو الموضوع؟ أوكي؟ فهي هالشكل المواضيع. للست أيام القادمة إن شاء الله أو الأربع أيام القادمة راح تبدأ الحركة من جديد معاكم، على اعتبار إنه دورة عطارد من جديد تبدي. فما تقلقين، خلينا نشوف الأربع أو نشوف الثمان أيام القادمة إن شاء الله تأثيراتها إيجابية عليكم. ان شاء الله يعني ان شاء الله اكو تغيير للاحسن. في تغيير، ولكن عطارد اللي قطع المسافه عليكم بالتراجع عنده هو اللي سبب وقف الحاله، وقفها او خدرها او نيمها اكنيكيا الى حين انه يرجع الفلك من جديد حتى يعيد الدوره، وممكن انه يعطيكم الوضع الطبيعي الاخر او ربما يحلحل الامور افضل من السابق معاكم ان شاء الله. تمام، شكرا جزيلا لك يا عزيزتي يا ام نور. يا مرحبا يا مرحبا، إن شاء الله الصحة والسلامة يا رب بجميع الأبراج. طيب يلا شوفي اتصال هاتفي آخر. ألو ألو ألو، مرحبا. نعم في اتصال هاتفي آخر. ألو، لو نحكي شوية على تراجع عطارد اليوم. ألو صباح العافية. ألو مرحبا. مرحبا. ألو مرحبا. أهلا وسهلا حبيبة قلبي، منو معانا؟ وياك نور. منو معانا؟ محمد الكناني. تفضلوا. مرحبا محمد الكناني وياك من أهل البصرة. البصراوي. مرحبا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، عيني مية هلا. وياك محمد الكناني البصراوي. الأخ حسن الكناني، شلون الصحة؟ لا محمد الكناني. محمد كيف الصحة يا أخي محمد؟ مية سنة أخوي، والله في دول عينك. شلون هم أهل البصرة؟ والله يسلمون علي زين الحمد لله. يخليك يا طيب، حافظك الله وأهلا وسهلا أخي محمد. والله عزيز. وين الغيبة محمد؟ والله بهالدنيا بهالرزق. يلا خير إن شاء الله. ما في رزق هالأيام بالضيم. ويلي عليك. يا رب ان شاء الله. لا احنا ليش احنا ان شاء الله الرزق الوفير. احنا ليش هيك نقول اخ محمد؟ ليش هيك نقول؟ اي والله انا صاحب محل بس الايام الرزق شوي خفيف ماكو. اخ محمد. اخوي. يعني خليني اهدي لك فد شيء. ايه وهو يعني باختصار شديد على المحفظه اللي راح يكون لونها احمر. حاول او اي كيس انت خيطه وتكتب على على الجلدة من الداخل إن هذا رزقنا ما له من نفاذ 70 مرة إن شاء الله. بالمحفظة كتبه بورقة؟ لا هو على نفس الجلدة اللي راح تخيطها مثل الكيس الصغير، واعتبر هذا هو المحفظة مالتك للنفقة يعني. إن شاء الله. وجربها وادعي لنا إن شاء الله ما يستر عليك. تمام، نحن عادة على الجو ما نعطي أي ملاحظات، تعرف أنت الاتصالات كثيرة والبعض الإخوان يزعلون على دورهم. تمام صحيح. اي بس الرزق شويه صعب يعني، واحد ما بي يعني ما بي مجال. طيب اخ محمد شلون اساعدك؟ اي والله الوالده هالايام تعبانه. شلون؟ هي عيون الوالده اللي هي ايش اسمها؟ اي نوريا محمد.
نورية مواليد 1954. نورية محمد 54؟ في 54. طيب 1/7. 1/7 متأكد لو تقدير؟ والله تقولي هي تقدير بعد ما نبرديها. لا شوية لو هواي. والله ما أدري بالضبط. طيب. بس قبل اللي يقدرونها تقدير. يعني هو عامة أو على الأغلب نحن ما نقيس على 1/7، ربما تكون هي فعلا بمسائل التقدير، وهنا ربما يصعب التشخيص أيضا يعني. صحيح. لكن باختصار بس أنا أسألك، هذه السيدة معها تجاعيد هواي بالوجه، نحيفة حيل؟ اي نحيفة، بس مو كلش نظيفة، كلش كانت شوية هي سنين هسه شوية صار عندها روماتيز وأذاها. أكيد هو يوضح التفاصيل معايا. يعني أول أول الأمور اللي واضحة وكأنه ما أبيض هذا. اي ماي أبيض كان بعيونها سوت عملية. شلون؟ مال عيون. أكيد كان بعيونها ماي أبيض سوت عملية لعيونها. صحيح يعني. ايه. تمام؟ تمام. يعني للأسف لبقية الأبراج اللي تأشر على أنه ربما حاكم برجها، اللي هو يقول يعني هو حاكم برجها القمر، والقمر لمواليد السرطان، يعني يفترض إذا حاكم برجها القمر يفترض هي مو مولود السرطان، أو يفترض ما صار عندها أشياء للعين، يعني مسائل العين أبدا أبدا. فعلى الأغلب يعني أعتقد فعلا أنه التقدير هو واضح، لأن 1/7 واللي يكون حاكم برج القمر او الشمس، يعني هذه الابراج ما تعاني من مسائل العيون مطلقا. تفهم؟ فاذا تحب عزيزي، اذا تحب اخذ اسمها واسم والدتها، وعلى القادم ان شاء الله اذا تتصل راح نحسب لها اياه بالحساب، ونعرف ايش هو البرج وايش هو حاكم برجها، ومن بعدها لها اعمل لك قراءه، واذا كان في بعض النصائح اللي تخص جانب البصر عيوني لك تدل. اوكي، هي اسمها نوريه بالبرتغالي. شلون؟ نورية بالبرتغالي. اي نورية. تمام. بالبرتغالي. يعني اسبوع تقريبا واتصل عليك. شلون؟ اسبوع مثلا؟ يعني بالاتصالات القادمة ان شاء الله، على بداية الاسبوع القادم متى ما حبيت تتصل علينا راح تلقى ان شاء الله، اللي هي اسمها نورية بنت بالبرتغالي. برتقالة؟ اي برتقالة. حلو. والله حلو. إيه. كلش حلو. إيه. تمام. الله عزيز. ماشي ماشي عيني اخ محمد، صار وتدلل علينا تأمر امر. الله تمام. عزيز. الله طيب يا اهلا وسهلا، حياك الله. يا مرحبا. طبعا متابعينا الكرام، ربما البعض السائل او اللي سامع يقول انه ايش علاقه حاكم البرج بالطوالع، مثلا اذا كان برج الشمس يعني لمواليد الاسد، يفترض انه مولود الاسد ما يعمى، ما يصير عنده شيء بالبصر، مو؟ وإذا مولود يعني السرطان حاكم برج القمر، هذا همينه ما مسائل العيون ما تصير عنده. يعني هو حسب عرف الفلكيين يفترض إلى أنه الشمس هي منيرة والقمر هي منير، فهنا تدخل بمسائل أنه على أساس أنه ما تصاب أصحاب أو طوالع هذه الأبراج محمية من أي ضرر في مناطق العين، يعني إما أن يكون العينتين سليمة، وإما إذا كان لا سمح الله للقدر فعين واحدة تبقى سليمة لكن الثانية، على اعتبار أنه وان فوان، تظل القمر واحد الشمس واحد لأنه مو اثنين، فممكن أنه ما تصيب أي مسائل للعيون. وإذا هسا رحنا سوينا استطلاع على كل التفاصيل للأبراج اللي فعلا حواكم أبراجها القمر أو الشمس، ما راح نلقى إطلاقا أي حالات لعمى أو ربما في تراجع في البصر، باستثناء أنه حوادث ربما تصيب العين، لكن كعين انه ما تتعرض لاي اذى مستحيل، حسب عرف الفلكيين والله اعلم. تمام. يلا، فلذلك احنا شو نقول؟ نقول الخاله نوريه هذا مو حاكم برجها، يستحيل، وهذا برجها ايضا تقدير من يظهر انه معاها مسائل العيون هاي. تمام. يلا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. انا وياك بعد محمد الكناني. اه اخ محمد. بعد اخذ برج. شلون؟ اذا ما تصير زحمه. ها برج الاختي اذا ما تصير زحمه. انا ما اعرف الاخ المخرج شنو يقول، معنا اتصالات هاتفيه مفتوحه اخرى غير الاخ محمد، لحتى ما يزعلون عندنا جمهورنا. اذا ما تصير زحمه. عفوا. يلا تفضل. اذا ما تصير زحمه اقدر. تفضل اخ محمد تفضل. 2002 10/6 2002 اللي هو منو؟ ايه اسمها 10/6 كوثر. كوثر اسمها كوثر.
10 6 تمام؟ 10 6 كوثر بالثلوى. الجوزاء، القمر، ومائية. جيد. عفوا هوائية. تمام. عطارد، معكم برج. تمام. طيب، ايش اسم البنت قلنا؟ كوثر اسمها. كوثر. السلوى. بنت؟ سلوى. سلوى؟ اي سلوى. طيب، كوثر بنت سلوى. ومواليد 2000، شنو راح تسالنا عن الاخت سلوى؟ او عن سلوى؟ اما نصح على صحتها شويه. عن الصحه؟ اي على صحتها. طيب الصحه وهي مواليد 2002 لسه بعد وقت على الصحه تسال. مو انا قلت شويه عندها شويه سكر. شلون؟ ناديها سكر سكر عندها. طيب. والان خليني اقول لك. وهي طفله صار عندها. اخ محمد. مع هذا الحال اللي هي دا تمر به ومع انه لسوء حظها انه حاكم برجها هو عطارد. اوكي؟ وعطارد متراجع بمعنى انه حيل اسمع مني حيل وجدا ديرون بالكم على صحتها. تماما؟ تمام؟ تمام يعني تمام. وايضا مسائل البصر او مسائل يعني تظهر معها مسائل اخرى يعني انه لازم تنتبه للبصر يعني ويحدد لك مسائل البصر مع هذه المولودة لأنه مسائل السكر مع تراجع عطارد وهي حاكم برجها عطارد وعطارد متراجع بالجوزاء كارثة يعني أنا ما أريد أخرعك بصراحة بس كمحاذير سوء حظها أنه متراجع يعني الثمانية أيام القادمة كلش تأخذ بالها من, 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 من وضعها الصحي يعني انتبهوا انتبهوا لا زيادة ولا نقصان خلي الوضع يكون على رنج معين وحافظوا على الحالة اللي معاها لأنه بصراحة واضح معاها يعني وكأنه سقوطات كثيرة أو ربما تجلس كثير هاي يعني ما عندها وقوف دائما صحيح ما لها علاج مثل طبعا أكو إلها علاج أنا بس أسألك شنو هاي الأشياء في في راحة اليد عندها أشياء في راحة إيدها دائما وهي خطية اندفت هي إيدها اندفت فيها 5 زرارات بالجلاس شلون؟ اقول لك ايدها انقصت يعني انا اضرب هذا الموضوع؟ جرحت. لا ما تدري انجرحت زين انا ليش اقول لك هذا الكلام اخ محمد؟ مو مساله حتى تثق بكلامي ولا حتى انه تشعر ان انا اشوف هاي المواضيع بس من اقول لك حافظ على صحتها الثمان ايام القادمه يعني لازم تاخذون بالكم من عند هذا الموضوع. جيد تمام؟ ان شاء الله الصحه والسلامه وراسلونا على صفحه مواقع زاغروس بالعربي هناك ان شاء الله نتواصل معاك واكيد كثير نصائح لمسائل السكر رغم انه السكر هي من المسائل الصعبه جدا واللي ربما هي حيل مهمه لكن مع ذلك ربما اساعدك بقضيه يا اخ محمد بعدك ويانا على الهواء؟ صحيح صحيح يعني اخ محمد سنوات اخ محمد اخ محمد تدري شو تسوي لي؟ اسبوعين 14 يوم لان ربما عندنا لود وهي خطيه محتاجه الى استشاره ونصيحه مده 14 يوم ماده الكرفس على الريق صباحا تفهمني؟ اخ محمد اخ محمد فقدنا الاتصال يمكن بالاخ محمد بس اذا انت تتابعني بعدك على الجو مباشره حتى نساعد هذه المولوده لان بصراحه محتاجه وانا يمكن الاطار اللي احنا اللي وضعنا اللي 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 حصرتنا او حاله البنت اللي هي الان تحت محاذير عطارد حاكم برجها وعطارد متراجع بالجوزاء وهي مولوده جوزاء شكل حاله خطر يعني حرفيا يعني بكل معنى الخطر هذه المولوده يا اخ محمد الكرفس صباحا تعمل عصير فريش راسا تعصره مباشره تطيها 14 يوم تابع السكر اذا ما حاول السكر انه ينتظم ويروح نهائي لعد اني ابدا ما اطلع هنا وكل شيء ما افهم تمام 14 يوم تواظب على عصير الكرفس تاخذه الصبح صباحا فريش مباشره من الخلاط الى القدح وتشربه يوميا على الريق على الريق لان مسائل السكر هسه هذا يمكن اذا احكي لكم على ماده الكرفس تحديدا هاي صيدليه يعني يحتاج الى حلقات حتى بس ابين لكم الكرفس شنو يسوي يعني انا اعتبره اسميه اكسير الخلود اسميه شراب الملوك فبدور ما نقدر ناخذ الماده الفريش تاخذها على الريق صباحا قدح الصبح 14 يوم ما يصعدها سكر السكر يختفي اصلا او على الاقل نسيطر على موضوع السكر تمام ان شاء الله الشفاء العاجل يا اخ محمد واتمنى انه اسمعتني يعني ساعدتك بهاي القضيه لانه وضع البنيه حتى ما يتازم اكثر طيب يلا اتصال هاتفي اخر الو الو
الو الو، صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا، منو معانا؟ بنين من النجف. عفوا، بنين من النجف. بنين؟ اي، اول مره تتصلين بنونة؟ لا، متصله سابقا. يلا حياتش، مية هلا بنونة. الله يحييك، اهلا وسهلا حبيبتي. اي بنين، شلون ساعدك؟ بنين بدي اسال عن 10/8/1985. 10/8 1985. تمام، خليك معايا. عن 10/8 طبعا هو الاسد والشمس. اريد عن حياته، عن كل شيء خاصه. 88؟ لا، 85. 85. اسم منو؟ علي. ابن؟ اسم الوالدة؟ نسيمة. ايش؟ نسيمة. نسيمة؟ اي، نسيمة. نسيمة، يلا حبيبتي، شلون اساعدك لعلي ابن نسيمة؟ هو كلش متعطل، خاصة بموضوع الزواج، يعني ابد ما قاعد اشتغل قسمه. تقصدين انه مسائل الارتباط شوي تتاخر عنده؟ اي اي اي. زين، فيما يخص علي، بس اسال سؤال، هو فاسخ خطوبه من قريب؟ او كانت عنده علاقه وما تمت؟ اي اي. تمام؟ اي نعم. داخل بمشاحنات او بكلام مزعله او شيء، زعلان هذا المولود؟ اي، هو بامور شغله هواي، وهي حياته كلها هم. زعلان هذا المولود، شوفي، بما انه رجعنا لعطارد المتراجع، اثر تاثير مباشر على مولود الاسد. الاسد كانه، شوفي، لبعض الابراج اللي صار معاهم وحده من اهله او ناسه او اقرباء خربت عليه نصيب. سيده كبيره بالعمر، او ربما تكون سيده. تسمعيني؟ اي اي، اسمع. صحيح صحيح؟ اي اي. تمام؟ تمام. ما ينقهر مولود الاسد، اقسم بالله معاه نصيب كلش ايجابي وحلو. والله سبحانه وتعالى اذا اخر المسائل للناس فاكيد ياخرها لاسباب. ربما مولود الاسد شخص من الاشخاص اللي يعتمد عليه، او اللي حاس نفسه دائما الكل ضده. ما ادري، مولود الاسد ما اعرف شلون يفكر، يشعر كل الناس ضده. اي قرار ما ياخ يعني اي قرار يحاول انه ياخذه يشعر انه الكل ما يتفق معاه، لانه الاسد غير التفاصيل، يعني توقعاته تفكيره يختلف جذريا، وشخصيه قياديه، فمو الكل راح يعني يتفاهم معاه او يتفق. فما يعني ما تقلقين. خلينا نعتبر انه الثمان ايام القادمه تغيير جميل بحياه الابراج الناريه. يا الله. فاولهم الاسد. الاسد رايح لطاقه حلوه. الاسد معاه شيء ممتاز، اختيار حلو. فاكو تعويض، اكو تعويض من الله سبحانه وتعالى لامور هو راح يعجب لها. تمام؟ فحلو حلو، المربع الايجابي اللي صاير هاي الفتره يخدم مواليد الاسد، على الرغم من تقطع علاقاته. كان داخل في علاقه كلش ايجابيه وجديه، وربما كان باني امال، وهو شنو يقول في باله؟ اذا ما صار هذا النصيب خلاص انا اي نصيب ثاني ما راح امشي بيه بعد. هذا هو اعتقاده. لا ان شاء الله. بس احنا حتى ببيتنا حياتنا كلش يعني متدهورة، يعني حتى مو بس اخويا، حتى احنا البنات. طيب، يعني ابد ما قاعد اثر قسمه. نحن شنو قلنا؟ يا حبيبتي يا بنين، شوفي بنين، نحن ما نقول تراجع عطارد في مولو في في الجوزاء. بمعنى ايش؟ هذه الفتره كلها تراجع للعلاقات الاجتماعيه، حتى داخل البيت الواحد تشوفين انشقاقات اكثر من راي، حتى الاصحاب في محل واحد ايش قد ما يكونون هم بيناتهم علاقات اجتماعيه تربطهم فتره زمنيه، لكن تشوفي واحد داير وجهه من الثاني، مو كيفه هو، يعني مو بارادته، لكن هي الطاقات اللي ربما تتبلور، وثاني يوم نشوف ان الامور انفرجت وبدت الامور احسن وافضل، فما يخالف، خلينا ندفع الثمان ايام القادمه ان شاء الله كل حياه الافلاك راح تسجل ربما تغيير حلو، ربما تحظى ب خلينا نسميها بشائر ايجابيه، لانه هنالك مربعات جدا ممتازه. ونحن ليش نقول لك يا حبيبتي يا بنين؟ على اعتبار بانه خسوف الكسوف الاخير اللي حصل ايضا اثر و يعني نزل بظلاله على هواي من الابراج وحياه الابراج، وخصوصا التوقعات او سقف التوقعات للاخرين، فظلت الناس انه محتاره، انا كنت افكر بك هيك وانت طلعت هيك، ف يعني مو كيف الواحد، صدقيني هو كانها طاقه، يعني البعض ما يؤمن بالابراج، بس هي مو ابراج، هي اسمها طاقة الكون اللي سبحانه وتعالى، يعني الكل في فلك يسبحون، الكل في فلك يسبح، وهذا تأثير على حياة الإنسان يعني من الأزل، فما تقلقين إن شاء الله، الأمور إيجابية، طمني بالك. شكرا
زين انا ممكن 27/9/1997 انا بنين، بس اريد ان يعني هاي السنه اريد اقدم خارجي وما اعرف يعني انا ما اعرف اني حاخذ مباشر اذا اكو احد على الجو ما ادري بعد. يلا بنين عن شنو؟ بنين بنين بعد شوي انا على الجو. بنين قدنا الاتصال لبنين للاسف. طيب يلا روح لاتصال هاتفي اخر. الو الو مرحبا. اذا متابعينا الكرام اعتقد فقرتنا الصباحيه انتهت، لا بل انتهت، ولقائي جدد بكم كل يوم صباح في العوده مره ثانيه لزملائنا حتى يكملوا باقي فقراتهم الصباحيه. وطبعا انا كالمعتاد راح اقول لكم باي باي.